مباراة شباب الوزداد ووداد تلمسان في الجولة 34 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط الا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف للمباراة ملعب استاد العقيل اللطفي. اما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 4:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:45 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة الجزائرية السادسة الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق وليد فرحان. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.